دكتورة غنوة، قلتي لي ما كثير متفائلة اليوم، ليه؟ بعكس العادة. قلت لك عجقة سير على الطريق، فهيدي عجقة سير بتخوف شوي. بتخوف عجقة سير، طب بالآخر بده يرجع البلد، في بعض بيقول إنه خلص في حياة بدها ترجع. يعني دائما مدام نانسي، نحن كتوصيات دائما بنقولها وبنشدد عليها، يجب أن تعود الحياة إلى طبيعتها ولكن بشكل تدريجي. يعني أنا ما فيي الأحد كون ممنوع أظهر من بيتي وممنوع أتنفس على البرندا وممنوع أشوف أفتح الشباك، ونهار التنين فيي أنزل على الشارع بشكل عادي. أنا أكيدة أنه الحكومة ما كان قصدها أنها ترجع الحياة لطبيعتها بهذا الشكل اللي هي عم تمارس على الطريق. اليوم إذا بتنزلي، أنا اليوم الفضول دفعني أنه أنزل على السوق من كم يوم قبل هيدا، حتى قبل موجة التسكير الأخيرة، عالم اقتزاز غير مسبوق، كأنه العالم عم بتنفس عن كل استرس اللي مرق بهالمرحلة الزربة اللي مرقت. ما في حدا لابس ماسك، ما في حدا عم يتبع سبل التباعد الاجتماعي، وهيدي كلها علامات تنذر أنه لا سمح الله ممكن يرجع نعاني من ازدياد بعدد الحالات بعد هذه فترة الانفتاح غير محسوبة. طيب بس اليوم المفروض الحكومة بأي إجراء عم تاخده، عم تاخده بناء على تقارير طبية. نعم. وفي لجنة طبية هي اللي عم بتتابع. اليوم شو اللي مفروض ينعمل؟ يعني بكل دول العالم في عودة تدريجية إلى الحياة. نعم. ونحن مررنا بالعودة التدريجية، نحن فتح المحلات والعودة إلى الحياة تمت بشكل مراحل. نحن بدنا نذكر أنه في لليوم بعض الأماكن مثل النوادي الرياضية، مثل عدد من الأماكن، بعدها مقفلة بشكل كامل. حتى الحياة الليلية بالليل، حياة النوادي الليلية بعدها مقفلة، بينما المطاعم والمقاهي فتحت نهارا وليس ليلا. نعم. يعني اليوم في مراحل عم بتصير. كيف يعني عودة تدريجية؟ نحن بالشيء اللي عم نحكي أنه الدولة على بالخطة اللي عملتها بطريقة كتير مدروسة وكتير مهمة. بس للأسف نحن مدام نانسي يمكن شوي شعب لا يلتزم بالأرقام ولا بالتفسيرات. يعني ما بنمشي على القلم والورقة. يعني نحن لما منطبق بطريقتنا اللبنانية. كيف يعني؟ يعني الدولة قالت لنا، الحكومة قالت لنا ما قبل الإقفال الأخير، أنه بننزل 3 أيام على الأسواق، بنفتح الأسواق التجارية اللي هن ملابس أو أحذية أو كذا 3 أيام، والحلاقين وكذا 3 أيام التانيين لحتى تخفف الاقتزاز. إذا بتنزلي وبتشوفي كيف صارت هذه الكثافة الشعبية بالطرقات، بتقولي أنه أوف، لا كان لازم يمكن تكون نحن على اللبناني، كان لازم يكون نفتح كل يوم أفضل من أن نحصر العالم بأيام محددة، لأنه صار في اقتزاز أكثر من المعهود بهذه 3 أيام الموجودة. طيب مين مفروض يعني توصيات أنا بهذا المكان؟ لا شك في لجنة طبية ولجنة استشارية هي، بس أنا برأيي يجب التشدد من قبل القوى الأمنية في تطبيق العودة التدريجية للحياة الطبيعية. يعني لازم أكيد يكون في تعاون من أصحاب المحل، لازم يكون في وعي أفضل عند الناس، لازم العالم تعرف أنه الكورونا ما خلصت. الكورونا إن شاء الله بتكون، نحن بنكون من البلاد اللي استقر فيها الوضع، ولكن إذا نحن تفلت هذا الأمر بهذه الطريقة، نحن معرضين أنه نرجع لأعداد أكثر من السابق بإصابات الكورونا. طيب بس إذا بتشرحي لنا اليوم، يعني طبياً بيقولوا الوضع مستقر، حضرتك نعم. استخدمتي استقر الوضع في لبنان، شو يعني وضع مستقر دائماً اليوم؟ على أي أساس نعم. أنتوا اليوم كدكاترة ومتخصصين بهذا الشأن بتقولوا الوضع مستقر بما يتعلق بفيروس كوفيد-19؟ نعم، دائماً نحن بعلم الأوبئة بنطلع بعدد الحالات. عدد الحالات، يعني إذا كان عدد الحالات هذا في ازدياد متصاعد أو إذا كان في استقرار بوضع الحالات. نحن بالفترة السابقة إذا بنقرأ بالأرقام مدام نانسي، أنه زادت أكيد الدولة زادت عدد التستات كمان. يعني نحن وصل عدد التستات اللي انعمل البي سي آر لتقريبا 63,000 تست، وهذا شيء كتير جيد، ولكن أكيد بعده ضمن أقل من المطلوب. المطلوب نحن عم نحكي أنه
عم تسأليني هلأ من شوي أنه ليش ببعض البلدان العربية زاد الحالات بشكل غير اعتيادي، لأنه عدد التستات والعالم اللي انفحصوا كان زاد بطريقة قياسية بهذه المرحلة اللي سبقت إعلان هذه الحالات. وكذلك نحن كنا عم نقول أنه لازم بالقليل يكون في عنا 1500 تست بالنهار لحتى أنا أقدر أعمل مسح عام لكل العالم اللي موجودين بالبلد. نحن وصلنا لهلا ل 63,000، ونحن اذا بدنا نعتبر انه عدد سكان البلد انه تقريبا 6 مليون بين اللبنانيين والمقيمين فبيبقى العدد هذا قليل، يعني لازم بعد عدد التستات يكون اكبر. وهذا هلا يعني نحن بنهار تقريبا كم تست عم نعمل بي سي ار؟ كنت عم تقولي 1500 هو المعدل لازم يكون، يعني نحن بعدنا اقل من 1000 في ايام وصلت فيها اكثر، بس في ايام وصلت اكثر 1200 او 1300 تست، بس بعدنا بالاجمال يعني بالمعدل العام اقل من 1000. هلا بهالفتره الاخيره وزاره الصحه بالتعاون مع المستشفيات الجامعيه اللي عم تشتغل البي سي ار عم بيحاولوا يزيدوا هيدا التست، وهذا شيء كثير منيح، ولكن نحن بعد لازم هذا المسح يكون على قدم وساق لحتى اذا بدنا نقول نعمل رؤيه اوضح لهالمرحله هيدي اللي نحن مرقنا فيها او اللي هلا نحن مرقين فيها. طيب بس نحن كلنا بنتذكر كمان باول ايام كانت الاعداد مرتفعه مع انه فحوصات البي سي ار كانت كثير متدنيه، كنا عم نحكي بالعشرات من فحوصات البي سي ار، كانت الارقام كثير مرتفعه، اليوم عم نحكي تقريبا ب 1000 كمعدل فحوصات، اصابات 10 12 17 رغم انه في من ضمنهم وافدين من الخارج، يعني هيدا شو بدل انه كورونا بلبنان شو مستقر، هذا اللي نحن عم نحكي انه الكورونا مستقر. مرحله الانحسار نحن لا شك فينا نقول انه كمان نحن داخلين بمرحله الانحسار، ولكن مشان هيك نحن يمكن مدام نانسي كان المفروض نتروق اكثر بقصه العوده الى الحياه العاديه بهيدي الفتره، يمكن كنا ساعدنا اكثر بانحسار هذا الفيروس وباستمرار تضاءل عدد الحالات اللي كانت عم تجي. مزبوط نحن عدد الحالات الموضعيه اذا بدنا نسميها اللوكل كانت قليلة، عنا اليوم الوافدين عم بيكونوا شوي أكثر الحالات، ولكن لو نحن يمكن بعد طولنا بالنا بعد أسبوعين أو ثلاث أسابيع كان ممكن نطمن أكثر إذا بدك لهذه الأرقام. يعني هلأ نحن بدنا أكيد إعادة يعني ندرس من جديد هذه الحالات هلا بعد هالعوده كيف رح يتطور وضع الاصابات بالبلد. كنت ضد عوده المغتربين او الناس الوافدين من الخارج، وقلت كل واحد يضل بالبلد اللي هو فيه، لانه امكانيه انه نحن نرجع من اول وجديد يعني ندخل هذا الفيروس مع كمان وافدين من الخارج ممكن يكون حالتهم او وضعهم الصحي ممكن يشكل خطر على ناس اكثر. اليوم بتقولي كان أفضل فعلا لو أخذ بالنصيحة وما تم استخدام أنا عم بحكي عن قاعدة بعلم الأوبئة، القاعدة بتقول عدم تبادل المسافرين بين الدول، هيدي القاعدة، وهيدا القاعدة فعلا. ليش بيقولوا عدم تبادل المسافرين بين الدول؟ لحتى كل حدا يضل مكانه وما ينقل أي وباء، لا يمكن يكون موجود بمدينة معينة بفرنسا أو بإيطاليا أو كذا، ما ينقل لمكان تاني، ما ينقل على مدينة أخرى، مش من بلد إلى بلد آخر. أنا بعدني عند هذه القاعدة، أنا بعرف قديش يمكن يكون ظروف بعض اللبنانيين صعبة، لأني بالنهاية أنا مواطن وعندي بس بفهمها من هالجهة، من الجهة الإنسانية والمواطنية، ولكن من الجهة الطبية عدم تبادل المسافرين بين الدول يحد من انتقال الفيروس في زمن الأوبئة. هذه هي القاعدة وأنا بعدني معها، هيدا القاعدة الطبية البحتة، بغض النظر إذا أنا إنسانيا وأخلاقيا مع العودة أو لا، بس القاعدة الطبية تنص على عدم تبادل المسافرين بين طيب البعض. أيضا لام إجراءات الحكومة بطريقة استقدام الوافدين، يعني أول مرحلة من عودة المغتربين كانت جيدة جدا، تصوير وفرق طبية وتعقيم وكأنه قطعت. اليوم المرحلة اللي هي ثانية وثالث مرحلة من عودة المغتربين كأنه فعلا يعني البعض قال انه كيف تركتوا الامور توصل لهون، في طيارات عم توصل فيها 10 حالات مصابة، في البعض منهم بينطلب منهم روحوا احجروا حالكم بالبيوت، وشفنا شو صار بعكار من حالة وحدة شو وصلت الحالات اليوم. قديه بتعتبري صار في اخفاق بهذا المكان وليه؟ ليه رجعنا يعني اذا عم نحكي كجهات مسؤوله، وزاره الصحه، وزاره الاشغال، ما بعرف مين من الوزارات اللي كان مفروض هو يتابع بشكل كثيف غير وزاره الصحه،
ليش تراجع او تراخي بهالمكان؟ نحن يمكن بالبدايه كنا عم نتابع بطريقه كثير جديه شو عم بيصير، يعني عدد الوافدين كيف عم يوصلوا، كيف هالديستانس الموجوده بين طاوله والثانيه من طاولات الفحص، الناس كيف كانت عم تكون بالطياره انه كرسي ايه كرسي لا. كنا انا شخصيا كنت عم اقول انه شابوبا لهالتنظيم اللي صاير بعوده المغتربين. ولكن لاحقا يمكن نحن صرنا بس الفيديوهات اللي عم تتسرب على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني فيديوهات يعني لندن كانت فعلا مأساوي، يعني الطياره كامله في ناس حسب ما قالوا لنا اللي كانوا لابسين الشيء الاحمر بايدهم انه هن مصابين بالكورونا ووصلوا الطياره متلانه، كل العالم قاعده حد بعضها، كان فعلا شكل يعني طياره اعتياديه كانت، وما بتعرفي حتى على الحد صار صريخ، الصريخ كمان والانفعالات، الناس قاعده حد بعضها، يعني كان الوضع جدا مأساوي صراحه بهذه الطياره. واذا كان في طيارات تاني على قياس طائرة لندن اللي تسربنا الفيديو، فأكيد هيدا شيء. طب ليه صار هيدا التاريخ التراخي؟ أنا صراحة ما يعني ما عندي جواب، لأنه هيدا أكيد الجواب بعهدة الأجهزة، وما سمعنا يمكن حتى تقرير رسمي بيقلنا ليه صار هيك، بس سمعنا أنه نحن بدنا نحمل بعض ومعليش وخلينا على الطيارة، ما سمعنا ليش صار هيك. فهيدا أكيد شيء. طب هيدا خلى كل مواطن يقول خطير. أنا ما معقول تحجروني وتسكروا لي أشغالي وأتحمل وضع اقتصادي وانهيار اقتصادي، وفجاه لقي انكم جبتوا استقدمتوا اوبئه من الخارج، هيدا الشيء وصل انه الناس تقول لا مش مضطرين نحن، اذا انتم هالقد معتبرين ما في شيء وخلص وفكيتوا الاجراءات المشدده على استقدام الوافدين من الخارج وان كان عدد كبير منهم بيحمل الوباء، ليش انا بدي اقعد التزم بالبيت يعني؟ مزبوط. هلا يمكن الناس معها حق تفكر هيك، بس نحن كمان بدنا نفكر انه بالنهايه في مسؤوليه فرديه على كل شخص، يعني اذا نحن شفنا في تقصير ما في مكان ما من قبل جهات معينه، نحن كافراد لازم نتحمل مسؤوليتنا مضاعفه بهالحد، يعني انا يمكن لما بشوف طياره لندن قلت لا لازم انا كسف جهودي، لازم كسف الشغلات التوعيه اللي انا عم بعملها على الفيسبوك او بالمحيط اللي انا فيه، لانه لا شك هذا شيء غير مقبول، غير مقبول انه انا اقول لانه اجت طياره لندن هيك انا لازم خلص، ما انه معناتها ما في شيء ولازم اتصرف. طب انا كمواطن كيف بدي احمي حالي اليوم؟ هلا صارت صار اللي صار، التعبئه العامه تم تخفيضها، فتحت المحلات، عوده تدريجيه للحياه. نعم. او سريعه فينا نقول. نعم. للحياه. نعم. انا كيف احمي حالي؟ نحن هلا انا اللي بشوفه واللي بنصح فيه انه هلا نحن صار في عوده تدريجيه، العوده صارت سريعه، لازم عودتنا الى الحياه يجب ان تكون تدريجيه، يعني هلا نحن صح في محلات فاتحه ومطاعم 50% فاتحه، مش 50% الحسم 50% نسبه الاشتغال ما في حسم في زياده المسابح هلا يمكن رح تحكي انت حضرتك عن المسابح بعد شوي. انا برايي هذه كلها شغلات لازم نحن كمواطنين نتعامل معها بمسؤوليه، يعني لازم انا بدي اظهر بالماسك تبعي، لازم احافظ على السوشيال. لو ما كانت مريضه كنت قبل تقولي بس المريض يحط ماسك. هلا اذا بتتذكري مدام نانسي قلنا وكلنا بالاول بعدنا المحلين اللي انا بستعمل فيهم الماسك ضروري استعمل فيهم الماسك، اذا انا كنت مريضه لازم احط الماسك، اذا انا عم بهتم بشخص مريض لازم احط الماسك. ويضاف عليهم من اخر مقابله عملتها مع حضرتك ومع بالمقابلات الاخيره الوجود في الاماكن المكتظه. اليوم نحن لانه اليوم فرق اذا انا شخص غير مريض حاطط الماسك معناتها انا بحافظ على تباعد بحميكي، اذا انت شخص مريض حاطط الماسك وانا مني مريضه بتحميني اكثر، بينما اذا انا شخص مني مريض وانت مريضه حاطين اثنيننا الماسك نسبه الحمايه بتكون كثير منيحه. أوكي. وكثير ماكسيموم، فهمت علي؟ فاذا نحن اليوم بوجودنا بالاماكن المكتظه ولوجود حالات يمكن نحن مش عارفينها بالمجتمع تبعنا لازم نحط ماسك، ولكن اذا انا كنت بمكان غير مكتظ يعني رح ارجع للاسئله اللي كنا نسالها قبل، لانه رجع بعدها كانه في حدا ما عم بيعرف او ما بده يعرف، اللي هي الحواجز على الطرقات، الواحد بسيارة مع عائلته ماسك ولا بلا ماسك؟ بلا ماسك. بدي اخلق نصر. بلا ماسك. بلا ماسك اكيد بلا ماسك، يعني حتى القوى الامنيه مش بتوقفنا، ليش مش حاطين ماسك بالسياره؟ مزبوط. انا بدي احط ماسك بالسياره، حكيت لك اياها يمكن مره. انا كنت لحالي بالسياره وبده اياني احط ماسك، ومع انه انا كنت بعدني من الناس اللي بقولوا ما تحطوا ماسك، يعني بده لا انا لحالي مع عائلتي اللي انا عايشه معها كل الوقت وهيدا ما في داعي نحط الماسك. أوكي. اكيد. اوكي طيب اذا انا عم بتمشى
يعني هلا فينا صرنا نمارس حياتنا نمشي انا ماشي لحالي في محط الماسك بس دائما لازم يكون بس يمكن. اذا ماشيين على الكورنيش لانه صار فتح الكورنيش بعدد من المناطق هي تعتبر من الاماكن المكتظه خلص تعتبر من الاماكن المكتظه يعني كل انسان يقدر اذا شاف في عدد حواليه عالم انه يحط الماسك 100% وخصوصا اذا انا بمكان في هيدا الاقتزاز مع عدم مراعاه التباعد الاجتماعي هون يعني انا بالكورنيش اكيد ما رح يكون في تباعد اجتماعي هون اكيد يمكن لازم احط الماسك بينما اذا انا عم بمشي بالبريه ما في حدا غيري بهالحقل اللي انا ماشي فيها اكيد ما في داعي احط الماسك لو انا ماشي انا وعائلتي العالم اللي انا متعوده اكون معهم دائما اكيد ما في داعي نحط الماسك